كان ابن فتحون من أشجع العرب والعجم في زمانه، وكان الخليفة المستعين يكرمه ويعظمه ويجري لهم في كل عطية 500 دينار، وكانت جيوش الكفار تهابه وتعرف منه الشجاعة والإقدام وتخشى لقاءه. فيحكى أن الرومي كان إذا سقى فرسه ولم يشرب يقول له: ويلك لما لا تشرب؟ هل رأيت ابن فتحون في الماء؟ فحسده نظراؤه على كثرة العطاء ومنزلته من السلطان، فوشوا به عند المستعين فأبعده ومنعه من عطائه. ثم إن المستعين أنشأ غزوة إلى بلاد الروم، فتقابل المسلمون والمشركون صفوفا، ثم برز علج إلى وسط الميدان ونادى وقال: هل من مبارز؟ فبرز إليه فارس من فرسان المسلمين، فتجاول ساعة فقتله الرومي. فصاح المشركون سرورا وانكسرت نفوس المسلمين، وجعل الرومي يجول بين الصفين وينادي: هل من 2 لـ1؟ فخرج إليه فارس من المسلمين فقتله الرومي. فصاح الكفار سرورا وانكسرت نفوس المسلمين، وجعل الرومي يجول بين الصفين وينادي: 3 لـ1. فلم يجترئ أحد من المسلمين أن يخرج إليه، وبقي الناس في حيرة. فقيل للسلطان: ما لهذا إلا أبو الوليد بن فتحون؟ فدعاه وتلطف به وقال له: يا أبا الوليد، أما ترى ما يصنع هذا العلج؟ فقال: ها هو بعيني. قال: فما الحيلة فيه؟ قال: الساعة أكفي المسلمين شره. فلبس قميص كتان واستوى على سرج فرسه بلا سلاح، وأخذ بيده صوتا طويلا وفي طرفه عقدة، ثم برز إلى هذا العلج. فتعجب منه الرومي كيف يبرز إليه بصوت وقد عجز عنه من كان بيده السيف. ثم حمل كل واحد منهما على صاحبه، فلم تخطئ طعنة الرومي سرج ابن فتحون. وإذا ابن فتحون متعلق برقبة الفرس ونزل إلى الأرض لا شيء منه في السرج، ثم انقلب في سرجه وحمل على العلج وضربه بالصوت، فالتوى على عنقه فجذبه بيده من السرج فاقتلعه وجاء به يجره حتى ألقاه بين يدي المستعين. فعلم المستعين أنه كان قد أخطأ في صنعه مع أبي الوليد بن فتحون، فاعتذر إليه وأكرمه وأحسن إليه وبالغ في الإنعام عليه ورده إلى أحسن أحواله، وكان من أعز الناس إليه.